طلعت. واليوم ويانا الحلوة لارا، هي راح تختم هذه الحلقة، آخر حلقة من موسم الظهيرة، ظهيرة الجمعة اللي يحتفي بالشخصية العراقية الإيجابية، تحتفي بالمنجز العراقي وراء كل مبدع وراء كل موهبة. ضوء الظهيرة يذهب ويذهب لمن يستحقه. إن شاء الله تكونوا قد قضيتوا وقت ممتع مع كل ظهيرة قدمناها لكم بكل محبة وبكل إخلاص. تحياتي في الإعداد والتقديم، تحيات كادر الشرقية وكل المراسلين وكل الضيوف اللي كانوا معنا طوال الفترة اللي راحت. فدائما نسعى تقديم الأجمل والأحسن. واليوم ختامنا مثل ما قلت راح يكون مميز مع لارا. قبل استضافتها لارا وهي طبعا متفوقات في الشعر، شو راح تقدمي لنا لارا اليوم؟ اليوم راح ألقي شعر عن رمضان وأهديها لبغداد وبالخاصة أهديها العراق وبالخاصة بغداد إن شاء الله. وهي هاي السدارة الحلوة، حلوة السدارة، أخذها؟ عندي واحدة من عندها، هي هدية من أمها كانت. وحبتي إذا ماكو أحلى من هيجي ختام. إذا ويا لارا وتقبل تحياتي وشكر كبير لكل من ساهم بالظهيرة من ضيوف ومن كادر مراسلين. وأجمل سلام مني رقية حسن ومن فراس السراي. في أمان الله، أترككم ويا لارا، تفضلي لارا. رمضان وأقبل يا بغداد، رمضان وأقبل يا بغداد، ارفعي يديك بالدعاء فأنت جريحة يا بغداد، أنت جريحة يا بغداد، احتار في أمرك كل الأطباء، ها هو رمضان أتى ليزف لك أجمل الأنباء، شهر مبارك وفيه مودة وبين أرجائه كل العطاء، يا بغداد امسحي دموعك، يا بغداد امسحي دموعك، في شهر رمضان تنجلي الأعباء، فالله رحيم كريم يا بغداد، الله رحيم كريم يا بغداد، ودموعك غالية كالفسيفساء، بغداد افرحي، بغداد افرحي فرب العباد، ودود كريم لا يرد الدعاء، تستحقين يا بغداد كل الخير، فأنت عاصمة العلماء والعظماء والأدباء، أنت عاصمة العلماء والعظماء والأدباء.